في يعني في تويت كانت كتير ملفتة، انه قرار خروج الحريري ليس ذاتيا بل هو قرار خارجي، انتظروا سقوط الأربعة الآخرين كل بطريقة ما، القرار كبير والتطورات الآتية مرعبة، لكن نهوض لبنان مؤكد بعد مخاض صعب جدا. الأربعة، سقوط الأربعة الآخرين. في اليوم كمان قراءة، نحن صار لنا فترة المجتمع الدولي، ما يسمى بالمجتمع الدولي، غير راضي عن الطبقة السياسية اللبنانية، ويعتبر أنها مسؤولة أولا عن صعود حزب الله بهذا الشكل، ثانيا عن الفساد في لبنان وعن العجز الذي وقع به لبنان والانهيار، وبالتالي اليوم هي تتطلع إلى تغيير الطبقة السياسية. كيف؟ هلا بنحكي فيه، كيف صعب مش صعب، فيها ما فيها، في بيئات حاضنة، في جمهور حزبي بالآخر، بس هذا هو التوجه. واليوم في كلام عن انه سعد الحريري هو اول العنقود وباقيين، يعني ترويكا، يعني اذا بدك ما كان يحكى عن الترويكا، هي ليست بعيده عن الطبق، هي بصلب الطبق السياسي بالاضافه الى تحالف حزب الله اللي هو بالجهه المقابله، حزب الله وميشيل عون، بس انه في العنقود رح يسقط واحد ورا واحد. شو رايك؟ وليد جملاط، نبيه بري، طبعا بالاخر الهدف الاكبر كمان حزب الله، يعني بس انه ميشيل عون، جبران باسيل. نحن بالنسبه لنا وبجواب مختصر مفيد، اعني ما اقول بثقه، اعني ما اقول بثقه، نحن منا في الموقع ولا في الدور ولا في الحيثيه اللي نحن فيها، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى يعني حضورنا بالمحافل كمان الدوليه سواء الاشتراكيه او غيرها. كل هذا الموقع وهذا الدور اللي نحن فيه، نحن عطينا إياه شرعية الناس، اللي بيسحبوا منا هو شرعية هالناس، لا أكثر ولا أقل، لا حدا بيسقطنا ولا حدا بينجحنا. مزبوط، بس اليوم شعبية الأحزاب يعني متراجعة جدا بسبب ما يحصل، وكل الإحصاءات تقول أنه كلكم، يعني مش عم بحكي بس عن حزب التقدم الاشتراكي. أنا معك، أنا معك. في اليوم حالة جديدة بالبلد نشأت بعد 17 تشرين، أصابت الأحزاب بمختلف تلوينا إصابات ما، لكن يعني هذا مش لدرجة كمان أنه تلغينا ونبطل موجودين، يعني لا تقليص يعني دوركم، يعني بالوقت اللي كان وليد جنبلاط مثلا عنده، في فرق خليك معي، بالوقت اللي كان وليد جنبلاط كان عنده قبل قانون الانتخاب الحالي كان عنده كتلة أكبر، بعدين صغرت كتلته، وهلأ بسبب تغيرات. سؤال أنا رح أسأل، أنا رح أسأل، حركة هالتغيير هي هدفها تعمل تغيير بالبلد ولا هدفها تقلص لنا دورنا؟ تقلص يعني دور كل الأحزاب، يعني ما هذا تقلص دور كل الأحزاب، أجاوبك، تقلص هيك يقال، يعني أنه تقلص دور كل الأحزاب، مش بس أنتو والتيار الوطني الحر، شوف الخسارة هنيك، هو ما رح شوف. إذا هذا الهدف ما رح يتغير شيء، أنا من هلأ أقول لك إلى أن يعني ينقطع النفس مثل ما بيقولوا بلبنان، طالما هذا النظام نظام طائفي كما هو لن يتغير شيء. إذا بيجي 20,000 حركة تغيير عليه تحت هذا السقف لن يتغير شيء. منكون عم نشيل قوى سياسية ونجيب قوى سياسية بدالهم تحت هذا السقف، سقف النظام الطائفي. اللي بدي أقوله أنا بعدين، أنا مش عم بفهم هذا المنطق اللي جاي يعمل تغيير بالبلد ويعمل تطوير ويعمل حياة سياسية جديدة، مبلش بفكرة إلغاء الآخرين. أنا بعدني بصراحة يعني سؤال بيطرح نفسه، يعني أنا جاي أعمل نموذج جديد من العمل السياسي بلبنان، بلش بإلغاء بإقصاء الآخرين، تقليص دور الأحزاب وولادة يعني مجموعات جديدة. أي حركة سياسية بتقلص دورها بيقوى دورها بفعل شو؟ ثقة الناس أو عدم ثقة الناس. خلينا نسلم لهذا الأمر، صحيح. خلينا نسلم لهذا الأمر مبدأ ديمقراطي عام، هذا صحيح ولا لا؟ نحن مسلمين فيه. نحن ولا يوم قلنا انه الناس مش هي صاحبة القرار، يعني ما في حدا يجي يقول للمواطن اللي هو مأيدني واللي هو مقتنع بخطابي السياسي ومقتنع بمسيرتي السياسية يقول له انك انت يعني ما لك حق تاخذ هذا الموقف وهذا الرأي، ما لك حق تأيد هذه القوة السياسية او هذا الطرف السياسي، بس انا إلي حق والله ما أيد. في شيء يعني عم ينزرع من نمط تفكير سياسي بالبلد
صراحة يحتاج للنقاش جوزيفين، بمعزل عن الشعارات، بمعزل عن المطالب المحقة، بمعزل عن الحركة اللي يعني مشروعة للناس بكل الأحوال، لكن ما في حدا يبلش يعمل لي حق يعني هيك يبني حركته السياسية على قاعدة أنه أنا جاي لألغيك وأقصيك. هذا منطق لا يحتاج لي حق ناقشه بحد أدنى لي حق ناقشه. لذلك أنا عم بقول قصة هيدي خبرية أنه هلأ سعد الحريري وبعدين جاي دور الأربعة، إن شاء الله بيكون في 4400 بالنسبة لنا وبالنسبة لكثر من الناس المقتنعين. وليد جنبلاط لا من هالأربعة ولا من الأربعمية ولا من الـ4000 ولا من الـ40000 ولا من الـ400000. وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، زعيم سياسي بهذا البلد، مسيرته السياسية شفافة وواضحة، له ما له وعليه ما عليه. بكل بساطة الناس هي تقرر من تعطي ثقتها ومن لا تعطي ثقتها. لا حركة سياسية من هون ولا حركة يعني تغييرية من هناك، ولن نسلم لهذا المنطق. خليني أكون واضح جوزيفين، هذا المنطق لن نسلم به. نحن حزب عمرنا يعني 73 سنة بالبلد، 74 سنة، مش رح نسلم بهذا المنطق. يجي حدا يقولنا أنتم لكم حق تكونوا موجودين أو ما تكونوا موجودين. نحن حزب سياسي بلبنان، لنا تاريخنا، قلنا إنجازاتنا مثل ما قلنا أخطائنا. نحن أكثر الناس اللي منقوم نقول وين أخطأنا ومنعترف بأخطائنا. ما عندنا مشكلة، ما عندنا حرج مع اتجاه الناس واتجاه الرأي العام ولا بأي أمر. واليوم أنتم مستعدين لتحمل الخسارة في الانتخابات النيابية؟ بس لأقول قبل ما نوصل، لمين قال نحن رايحين نخسر انتخابات؟ بس أنا ما عرفت بالسيناريو يعني. بالسيناريو يلي بيحكي عن انكفاء جمهور تيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات أو دعم وليد جنبلاط بلوائح، وفي كلام عن خسارتكم في عدد من الأقضية وعددتهم. أنا برجع بقول لك، أنا هذا الأمر ما بقدر هلأ بعطيك جواب عليه قبل ما نستطلع فعلا القواعد على الأرض، قواعد الشعبية والناس كيف بدها تتجه وتصوت. هذا افتراض هلأ، هذا افتراض، يمكن يحصل يمكن ما يحصل، لكن الحياة السياسية ما بتوقف هون. ما حدا يفكر أنه إذا الحزب التقدم الاشتراكي ربح مقعد انتخابي بالطالع أو خسر مقعد انتخابي بالنازل أنه هيدي نهاية الدنيا يعني. اعذريني، مرقنا بمحطات جوزيفين، وحتى اللي بيحكوا بهذا المنطق يعذرونا يخطونا بحلمهم شوي يعني. مرقنا بمحطات أصعب من هيك بكتير، ومرقنا باستحقاقات وتحديات أصعب من هيك بكتير، ويمكن بلحظة من اللحظات أصعب من يعني لحظة اغتيال كمال جنبلاط على حزب التقدم الاشتراكي لن يمر. أصعب من هذه اللحظة لن يمر يعني. ما حدا يفكر أنه بيقدر ياخذنا بهذا الإرهاب المعنوي والفكري اللي عم يتمارس بالبلد بهذا الشكل من قبل من يسمي أنه جاي يعمل تغيير وتحديث بالبلد. لا، هذا منطق سياسي لن نسلم به ولن نستسلم أمامه على الإطلاق. باقيين موجودين رح نكفي وسنخوض كل الاستحقاقات الانتخابات وغير الانتخابات انطلاقاً من ثوابتنا ومن قناعاتنا ومن تاريخنا اللي منعتز فيه. ما حدا يفكر كمان بالمناسبة، ما حدا يفكر أنه بهيدي لحظة شعبوية معينة بيقدر يلغي تاريخ كأنه هذا التاريخ كان لأي طرف من الأطراف السياسية. مش عم بحكي عن حزب التقدم الاشتراكي بس، برجع بقول مسيرة أي طرف بالسياسي تحمل الكثير من الإيجابيات مثل ما بتحمل سلبيات ممكن ينحكي.